مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل في حوار هادف، حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. في إطار توجيهات الدولة المصرية وزي ما نوهنا للتنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي والعبور نحو نهضة شاملة في جميع المجالات، كان لزاما ولابد أن يحصل عملية السير في النمو والإصلاح، وهيكلة منظومة الغذاء في مصر تكون كلها يعني في جهة واحدة. وبذلك قام الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار رقم 1 بتاريخ 1/1/2017 بالقانون لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأنا بقول دايما عنوان حلقتنا النهاردة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أمن قومي. إن شاء الله بإذن الله في بروتوكول تعاون للدعم الإعلامي في برنامج حوار هادف لسلامة الغذاء لما يبذلونه عشان يبقى في الآخر زي برة، وزي ما كنا بنسمع إن يبقى المام اللي إحنا بناكله يا مصري خلاص. هنوفر مستشفيات وهنوفر مليون صحة وهنوفر حاجات كتيرة جدا. أنا مش عاوز أرهقكم، لأن أنا النهاردة سعيد جدا سعيد جدا بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي على رأسها الأستاذ الدكتور حسين منصور. الشكر والتقدير له ولمعاليه ولهذا التعاون. أخص بالشكر الشباب الواعي، البرنامج الرئاسي اللي خرج لينا برضو شباب زي الورد، الدكتور مازن شقير المستشار لرئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. كل الشكر والتقدير بجد لهذا التعاون والدعم لينا، وإحنا برضو بندعمهم إعلاميا. يسرني ويشرفني ويسعدني أن يكون معي في الاستوديو من الشباب الواعي والبرنامج الرئاسي أيضا الدكتورة بسمة سليمان محمد، رئيس لجنة فحص الشكاوى الغذائية في الهيئة القومية لسلامة الغذاء. أهلا وسهلا دكتورة بسمة. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وطبعا يعني شكرا لحضرتك على الدعوة، وشكرا لسيادة الرئيس على التوجيهات أن يبقى فيه فعلا جهة واحدة لتوحيد الإشراف على الغذاء، لأن هي فعلا أمن قومي زي ما حضرتك قلت. كمان مهم جدا ان احنا نشكر الدكتور حسين منصور، استاذ الدكتور حسين منصور طبعا استاذ فاضل، على دعمه دايما للمنظومه ودعمه للهيئه ووقته ورؤيته الحكيمه اللي احنا دايما طبعا بنتعلم منه كل يوم اكتر واكتر. فيعني اشكركم على الدعوه واشكركم على البروتوكول اللي انتم يعني دايما بتساعدوا في تنميه المنظومه. تمام، منورانا يا فندم، اهلا وسهلا بيكي. وقبل بس ما هنخرج فاصل قصير هبدا مع حضرتك نقول باستفاضه اكثر ايه اهميه يعني اللي بتلعبه الهيئه، اهميه الهيئه سريع كده قبل الفاصل. طبعا حضرتك عارف ان احنا عندنا اكتر من 5-6 جهات بل اكتر كانوا بيقوموا، احنا لو هنتكلم على قبل وبعد كانوا بيقوموا بالتفتيش على الغذاء، كل جهة بقوانينها بالنظام بتاعها، فكان عندنا تعدد في الجهات، فما كناش عارفين نقول مين المسؤول مسؤولية كاملة تجاه هذه المنظومة، منظومة سلامة الغذاء. فبدأنا ان احنا نعمل عملية توحيد عن طريق الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتفتيش على عملية تداول الغذاء كله. يعني ايه تداول الغذاء؟ يعني ان احنا عملية الانتاج، عملية التصنيع، الاستيراد، التصدير، الحفظ، التعبئة، التغليف، كل ما يتعلق بالغذاء بدأت تنوط بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة عليه. نعم. فده كده باختصار دور الهيئة. طبعا الهدف الأساسي أن يبقى الغذاء آمن لكل مواطن. هو ده الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي. إنشاء الهيئة الوليدة يعني، أتمنى لها كل التوفيق. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، استنونا تروحوش بعيد. مشاهدينا الكرام، وعودة مرة أخرى في حوار هادف، وحوارنا النهاردة في فقرتنا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبروتوكول التعاون الإعلامي بإذن الله القادم. برحب مرة تانية بالدكتورة بسمة سليمان محمد ضيفتنا العزيزة، وهي رئيس لجنة فحص الشكاوى الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء. وبسأل حضرتك أدخل بقى مع المشاهدين إزاي يعني إحنا نفرق ما بين سلامة الغذاء، نسأل سلامة الغذاء اسمع جودة الغذاء، الأمن الغذائي. وأنا كنت في الموسم الأول عاملين حلقة عن اليوم العالمي للغذاء، هو كان أمن غذائي، موضوع إفريقيا والأمن الغذائي. فالناس تفرق بين سلامة الغذاء إزاي، جودة الغذاء، الأمن الغذائي. حلو جدا، هنبدأ بالأمن الغذائي. الأمن الغذائي هو توافر الغذاء لكل مواطن في طول الوقت، ما يبقاش عندي أزمة أكل، ما يبقاش عندي في وقت من الأوقات إن أنا ما لقيش غذاء معين، وخاصة الأغذية الاستراتيجية اللي هي الحاجات الأساسية اللي لازم تبقى موجودة في البيت. ف
فده اسمه الامن الغذائي، لان يبقى الاكل عندي متوفر تمام. طيب الاكل عشان يكون متوفر لازم يكون موجود عندي الجوده بتاعه الاكل وسلامه الاكل، او سلامه الغذاء وجوده الغذاء. تمام. جوده الغذاء باختصار بنقول لو احنا بنروح اي مكان او ام جهزت الاكل بتقول لاولادها ايه رايكم، فاحنا بناخد رايهم في ايه، في الطعم، في ريحته، في شكله، في التذوق. فدي احنا عندنا الجوده بتتقسم نوعين. في اللي هي المظاهر الظاهريه، عندنا ريحته حلوه، شكله حلو، لونه كويس، فده بسميه جوده الغذاء. بالاضافه كمان لمكونات الغذاء نفسه، البروتين، الدهون، الميه، الفيتامينات، الاملاح المعدنيه، اللي احنا دايما بنتكلم احنا محتاجين بروتين علشان خاطر النمو، محتاجين كربوهيدرات عشان الطاقه. اما موضوع سلامه الغذاء، وهو دايما بنقول ان هو مقدم عن جوده الغذاء. ليه؟ لان هو ده الوعي اللي عايزين ننشره، سلامه الغذاء مقدمه عن ان انا استطعم بقى واتذوق. ممكن يبقى الاكل كويس جدا وشكله كويس وريحته كويسه، ولكن ما هواش امن ان انا اكله. هي دي النقطه بقى. فعشان كده بنقول ان سلامه الغذاء مقدمه، لان مأمونيه الاكل عندي هي دي رقم واحد، ان انا لما اكل اكل ما يسببليش مشاكل صحيه، ما يسببليش امراض. طبعا احنا عندنا التسمم الغذائي من الحاجات اللي بتبقى واضحه دايما، لما باخد وجبه فيها شويه مشاكل، لو انا حسيت ان بطني وجعتني، مغص، ارتفاع درجه الحراره، وحلقوا لي معاها واروح المستشفى. بالظبط، دي سهله. لكن في بقى كمان مشاكل في سلامه الغذاء ممكن ما تظهرش غير مع الوقت. فيروس ايه بقى لو انا خدت غذاء ما غسلتوش كويس؟ دي كلها دي مشكله اكبر. فسلامه الغذاء عشان كده بنقول هي مقدمه على جوده الغذاء، لان هي لها علاقه قويه بصحتي. دايما حضرتك قلت ان احنا امن قومي، لانها بتمس صحة المواطن. أيوة طبعا، لما انشهر الرئيس عبد الفتاح السيسي كهيئة وريدة في مصر، يعني ان احنا بقينا زي القوانين الدولية والعالمية لما والخليج دلوقتي جنبنا كده، لازم كان مصر تبقى في خريطتها لهذه المنظومة المتكاملة. صحيح. في الغذاء. مشاهدينا المشاهدين العاديين دلوقتي يقول لك العالم دي هيئة قومية وبيتكلموا كده حاجات كده، ايه ده، بيتكلموا كلام كبير. فانا دايما يا صراحه بحب اوصل المعلومه بشكل حلو، وبما انك موجوده وانت متخصصه في هذا الموضوع، مع انك متخصصه في موضوع الشكاوى بس موضوع بتاع، فما ينفعش بقى ان احنا نسيبك بدون ما نسالك ازاي الامهات، ازاي الناس كلهم دلوقتي صغيرين كبار، نقول للصغيرين اللي بيقولوا الاكل جاهز بره مش عارف ايه، ياكلوا اكل صحي وسليم. حلو جدا. هياكلوا اكل صحي طبعا، احنا عارفين في العناصر الغذائيه اللي احنا دايما بندور عليها، لكن الاكل السليم بقى دي مش بس مسؤوليه الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، دي مسؤوليه كل حد له علاقه بالغذاء، من اول اللي بيحضر الاكل اللي بيشتريه. يعني مرحله ما احنا بنشتري اصلا الغذاء بتاعنا دي مسؤوليه. شباب عرضوا لنا الصور اللي عاملاها الهيئه، صراحه عامله شويه توعيه حلوين، من اول ما نشتري الاكل من الهايبر ماركت لحد ما نحطه، وازاي نشتري ايه الاول، دي مهمة. نشتري بيض الاول ولا جبنه ولا لحمه ولا نختم بالسمك ولا لما انا بكون بعمل ندخل الهايبر الأول. عارفه انت يلا دي مهمه برضه. ليه؟ لان ده له علاقه قويه جدا بالشكاوى. يعني دي نقطه مهمه جدا، واحنا الموضوع اصلا ما هوش جزر منعزله. صح. سلامه الغذاء كلها مرتبطه ببعضها. نعم. فاحنا بنتكلم انه في الاول المواطن هيبدا ان هو ينزل الماركت، لازم احدد اصلا نقطه مهمه جدا. انا المساحه اللي عندي في البيت في الثلاجه تحديدا هتسمح تاخد قد ايه. ما اشتريش كميات كبيره جدا واحطها في الثلاجه ودرجه الحراره ما تبقاش واصله لكل الغذاء اللي عندي في الثلاجه ويبوظ، واقول بعد كده ده انا كنت جايبه مشتريه او كان بايظ او بتاعه. فمسؤوليه المستهلك دي مهمه جدا. تمام. ان هو يكون عنده الوعي الكافي ان هو له دور في ان هو يحافظ على سلامه الغذاء. لان سلامه الغذاء مسؤوليه الجهات الرقابيه، مسؤوليه المستهلك، وكلنا مستهلكين. هل هنلاقي في يوم الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، وانا عارف ان انتم شغالين بتطوير بقالكم 30 شهر بتطوير، السنه دي شغالين في حاجات بتفتحوا بتبقوا شغالين. صحيح. خطوات، هنلاقي في يوم من الايام خلاص خدت كل الحاجات دي ان شاء الله؟ الهدف خدته مش عارف ايه الهدف الغذاء يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا زي ما حضرتك قلت كل يوم عندنا جديد، كل يوم الهيئه بتصدر قوانين يعني جديده، بتجهز مواصفات جديده، الزراعه، المكملات الغذائيه مع الصيدله، الحيواني مع الاطباء البيطريين، كله احنا بالفعل اخذنا الاغذيه الخاصه او المكملات الغذائيه موجوده عندنا، والاداره شغاله عندنا بقى لها اكتر من سنه. فدي الموضوع ده معانا يعني. ازاي ناكل اكل صحي؟ الهيئه بتعمل حاجات توعويه حلوه برضو، احنا هيكون لنا دور اللي احنا ننشرها زي ما انتم شايفين الصور قدام ده. يعني يمكن الدكتوره بقى تشرح انتوا كنت ايه اهميه يعني هو ظاهر على الشاشه. على الشاشه. تمام. طيب احنا بنتكلم بقى زي ما قلت لحضرتك ان احنا هنقسم التوعيه بتاعتنا لجزء قبل ما يشتري نقولها سريع كده بالظبط. قبل ما يشتري يحدد الحاجات اللي هو محتاجها. المدام تكتب الحاجات لبابا ويحط له في هيشتري. اللي هيشتري اي حد هيشتري، ان احنا بنتكلم دلوقتي على المسؤول. نعم. وبعد كده بنبدا ان احنا ننزل هنشتري منين. تمام. مهم جدا ان انا اعرف انا هشتري منين، لان انا برضو المكان اللي انا بشتري منه ده لازم يكون سمعته طيبه. هل كل المنشآت والاماكن دي هتبقى واخده شهادات من سلامه الغذاء وتتعلق زي بره؟ ان شاء الله شغالين يعني. الموضوع الترخيص انه يبقى ترخيص من سلامه الغذاء وتبقى
مسجله لدى الهيئه القوميه لسلامه الجزاء، ده طبعا يعني جاري العمل عليه. فاحنا بنقول طبعا مهم جدا ان المكان اللي هشتري فيه انا كمان بعيني، لو دخلت فرضا ان انا ما عنديش امكانيه ان انا اشتري من هايبر ماركت او سوبر ماركت كبير، حتى لو مكان بسيط انا بعيني بقدر احكم على المكان، نظيف مرتب ما فيش اتربه، الاغذيه لو انا رايح سوبر ماركت بسيط جدا عارض المنتجات الغذائيه. الصور معانا دلوقتي، الصور اللي هي الدكتوره بسمة بتقولها قبل الشراء اثناء الشراء ما بعد الشراء، يمكن التوعيه دي احنا موجوده على الويب سايت بتاع الهيئه، التوعيه موجوده على الموقع الالكتروني والخط الساخن وارقام الشكاوى اللي هنعرضها كمان شويه على الشاشه. تمام. فاحنا بنتكلم انه ده كده احنا لسه ما نزلناش نشتري ولا اي حاجه، انا بس بحط الخطه بتاعتي ان انا لما اشتري غذاء واكله بعد كده ابقى حاطط الخطه الصح. بعد كده خلاص نزلنا الساخن على الهواء اهوت. تمام. بعد كده بنبدا ان احنا ننزل نشتري الاكل بتاعنا، خلاص احنا خلاص حددنا الاماكن اللي احنا هنشتري منها، نظافه المكان وكده، ببدا بقى اشوف المنتج اللي انا هشتريه ده. ببص في حاجه اسمها بطاقه البيانات. لازم اشوف كويس قوي تاريخ الصلاحيه، تاريخ الانتاج، ظروف التخزين. لو انا هشتري منتج ظروف التخزين بتاعته المفروض ان هي تبقى في الثلاجه، لو انا لقيته بره الثلاجه يبقى ما اشتريهوش، لان هو كده اصلا، لان في نقطه مهمه جدا احنا دايما بنركز على حته الصلاحيه. ممكن يبقى المنتج في فتره الصلاحيه ولكن غير صالح للاستهلاك الادمي. لان صح. عندي بركز على التاريخ وخلاص. بالظبط، عندي سوء تخزين. طيب ممكن يبقى المنتج في الصلاحيه والتخزين بتاعه كويس، انا اخده البيت احطه في ظروف تخزينيه مش احطه في العربيه واروح اقعد على الكافيه. ده لسه هنتكلم على موضوع العربيه ده، ده قصه تانية. لو احنا بقى هنروح مطعم ونجيب وجبه جاهزه، انا بتكلم على منتج عادي جدا، هجيب عدس، فول، اي حاجه. يعني كيس شيبسي، اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ان هي موجوده بالفعل، يعني جاهزه ان انا هاكلها او جاهزه ان انا هطبخها. ممتاز. فمهم جدا ان انا ابص على بطاقه البيانات واشوف الظروف التخزين دي مهمه جدا، ده انا بتكلم في سلامه. بعد كده بنبدا ان احنا نجهز زي ما حضرتك قلت طبعا اثناء الشراء بتاعي. ببدا ان انا ارص الاكل بتاعي، بجيب طبعا الحاجات اللي هي الجافه الاول، وبعد كده ببدا اجيب اخر حاجه اللحوم والحاجات اللي هي المجمده. المجمده دي عشان اخر حاجه خلاص. بالظبط. ليه؟ علشان خاطر اقلل كمان من فتره ان هي تكون فكت او درجه سلامه الغذاء، يعني وقت ودرجه حراره. وقت ودرجه حراره مهم جدا. وقت ودرجه حراره. بعد كده خلاص احنا اشترينا، هنبدا نروح البيت ونرص طبعا في الثلاجه، هننظف، هنحافظ على برضو ظروف التخزين في البيت عندي دي مهمه جدا. نظافه المطبخ ده جزء مهم جدا جدا. نعم صح. الجزء كمان اهم، انا خلاص جبت الحاجه وحافظت عليها وظروف التخزين كويسه، وانا بطهيها دي نقطه مهمه جدا طبعا، وانا بجهزها وانا بعدها، يعني وانا خلاص بجهز حاجتي عشان احطها في الثلاجه، ما ينفعش ان انا لوح التقطيع اللي قطعت عليه اللحوم بالسكينه بتاعه اللحوم نفسها هو يبقى لوح التقطيع بتاع الخضروات او السلطه الا اذا غسلته كويس جدا وعقمته كويس جدا وعقمت كل الادوات اللي انا استخدمتها. الرخامه نفسها اللي انا بحط عليها لوح التقطيع او الاكل لازم كل شويه ان انا انظفها. وطبعا عندنا يعني كان ظهر حديثا وكوفيد 19 من الحاجات اللي خلت الناس كلها تهتم بحاجتين. موضوع كورونا صراحه خلى الناس في وعي برضو، في وعي كبير بالنظافه الشخصيه، حتى لان في صور دلوقتي للنظافه اهيت، يمكن انت كنت عرضها عاوزه تقارني. سبحان الله، ده دور الهيئه ودور لجنه الشكاوى. الحقيقه احنا عندنا لجنه يعني قويه جدا في المحافظات وفي القاهره، لما بننزل اي مكان لازم يكون في يعني اساسيات، فالنظافه من الاساسيات والحاجات المهمه جدا. مهم جدا ان احنا يكون عندنا باسكت في اي منشاه بتصنع غذاء، حتى في المطبخ عندنا في البيت. يعني احنا لما بنتكلم على منشاه بتصنع غذاء، ما انا بيتي فيه المطبخ باسكت، والباسكت ده جوه كيس مخصص للقمامه، ده مش بس كده. ويفتح بالقدم ومقفول، يفتح بالقدم، القوانين اللي زي الخليجي ومقفول. ليه بقى؟ ما هو برده هي مش قوانين حاجه تعسفيه، ده بالعكس. انا لما بكون بجهز الاكل بسرعه بدل ما اقعد افتح الباسكت وايدي يعني تبقى اتلوثت كده كده، انا المفروض بغسل ايدي كل شويه وانا بجهز الاكل. بس ده بيسهل عليا ان انا كمان ما يبقاش المطبخ بتاعي او المكان اللي انا بجهز فيه في قمامه كتير مكشوفه، الدبان والهموش والحشرات جت عليه. فبقى كمان المكان اللي انا بجهز فيه الاكل بتاعي ما بقاش امن ان انا اجهز الغذاء بتاعي بشكل كويس. اللي بيسمعونا دلوقتي دكتوره بسمه بيقول لك الله، ده بتنصح ناس بقى للام اللي في المطبخ والبيت، يعني الامهات دلوقتي الموضوع، طب اللي مش نظيفه هتظبط نفسها وبتاع، بتسمع كلام الدكتوره بسمه، هل هنلاقي في يوم من الايام مطاعمنا والمطاعم والحاجات دي ناس بتخش كده ويلحق ايه ده، ازاي القمامه دي مش بالقدم، تفتح بالقدم، فين الصابون، فين مش عارف بدأنا. انا عاوز بقى هنا بدأنا دي، انتوا بدأتوا ايه، وصلتوا لفين، هتعملوا ايه في 2021؟ حلو جدا. طبعا احنا زي ما حضرتك عارف ان احنا عندنا اداره التفتيش على المنشات السياحيه والمحل العامه بالفعل بدات ان هي تاخد الخطوات بتاعتها بالتوفيق يا رب، ودي اول خطوه كانت بدانا بيها في 2021. الموضوع ده مهم جدا في مصر صراحه، طبعا عانت مصر طبعاً كثيرا من الموضوع ده،
كان يقول لك حتى في الهيئه العامه للخدمات البيطريه عندهم مش عارف كام دكتور بسيط جدا عبال ما يلف على المحل اللي عاوزه مش عارف كام سنه، عبال ما يلف على الجزاره تاني او المحل تاني عاوز له كام سنه. فنتمنى لكم بجد كل التوفيق ان يحصل رقابه فعليه حقيقيه. احنا محتاجين الدعم من المستهلك ودعم من متداول الغذاء، لان في نقطه مهمه جدا برضو، يعني لما انا ابقى مستهلك واعي وعارف المكان ده انا مش هدخله لان هو المكان مش يعني ظاهريا انا داخل لقيت حشرات، لقيت المكان مش نظيف، طبيعي انا مش هدخل اصلا اخد في وجبه متوقع ان انا هاخد وجبه سليمه. صح، الناس يبقى عندها وعي. وكورونا اظن حاجتين ده. صحيح ما قلناش الحاجتين ايه اللي اثروا في الناس في الكورونا. اولا النظافه الشخصيه وغسيل الايدين دي مهمه جدا، والمنظفات والمطهرات. ما كناش بنمشي بالكحول زمان، فدلوقتي بقى من باب اولى ان احنا نعقم السطح اللي هنحط عليه الاكل بتاعنا. كلور على الاقل. الكلور طبعا ده في المطبخ لو احنا بنتكلم على الكحول، لو انا رايح مطعم ببدا ليه. دي كلها حاجات احنا بنقلل من التلوث الغذائي من كائنات احنا مش شايفينها اصلا. يعني احنا فيروسات بقى بكتيريا طفيليات كله. احنا بنحارب اصلا عدو لا يرى بالعين المجرده، ده يعني اول خطوه من خطوات سلامه الغذاء. فلازم كمان ما وفرلوش البيئه اللي هو سهل ان هو ينمو فيها. صح. زي مثلا الميه اللي يعني احنا دايما بنقول ان احنا لو هنيجي نتكلم في لما ننظف الاطباق بتاعتنا كادوات احنا بنحط عليها الاكل بتاعنا، مهم ان انا انشفها كويس جدا واغسلها كويس. الصابون اللي انا بغسل بيه الاطباق مهم ان انا اشطفه. يعني بكلم حضرتك في حاجات بسيطه جدا في البيت، في اي مكان، في مطعم صغير حتى، مهم جدا الميه اللي انا بستخدمها للغسيل دي تكون ميه نظيفه، ميه جاريه. ببدا ان انا اغسل الادوات كويس وبنشفها كويس. ليه؟ كل ده بيقلل من وجود عندي البكتيريا والكائنات الدقيقه اللي احنا ما بنبقاش شايفينها. طيب هدخل معاكي وانت رئيس لجنه الشكاوى في يعني فحص الشكاوى الغذائيه. صحيح. الهيئه انت ازاي انت بتعملوا ايه في اللجنه ديت او وهي لينك معي مع رئيس مجلس الوزراء انا عارف. صحيح. وطبعا ظهر على الشاشه دلوقتي البوست اللي فيه الخط الساخن وارقام الشكاوى. هندويشك يا دكتوره بسمه بعد البنان. احنا سعدة جدا باي وهنموله وهنعمله اعلاميا وهت لان انت عارفه يعني. فانت قولي لنا ازاي المنظومه. طيب احنا هنتكلم في نقطتين. اول حاجه ان احنا عندنا يعني استقبال الشكاوى بيبقى من خلال بوابه الشكاوى او بوابه الشكاوى الموحده للشكاوى كلها. ومش بس كده، في شكاوى بتجيلنا مباشره للهيئه، وفي شكاوى بتجيلنا من جهات، في شكاوى بتجيلنا من شركات، من جهات كمان وتعاون يعني. وفي دايركت لسه قليله صح؟ لسه ما فيش. لا دايركت كتير، في كتير عندنا طبعا. طيب. شكاوى بتيجي مباشره للهيئه كتير. وشكاوى طبعا بتجيلنا من جهات. المواطن دلوقتي اللي بيشوفنا المشاهد الكريم اللي قاعد في البيت ودلوقتي يعمل ايه لو شاف زيتون مش عارف متعري ايه مش موجود في الثلاجه؟ لا ده انا ليا بس رجاء عند الساده المستهلكين قبل ما يشتكي. ماشي. يعني يتاكد ان هو فعلا يعني خد بكل الاجراءات اللي هي يعني خد بكل الحاجات اللي عليه. يعني هو قرا كويس قوي تاريخ الصلاحيه، حافظ على الموضوع التخزين. لان في احيانا بتجيلنا شكاوى بيبقى المستهلك له يد فيها. لو انا مثلا اشتريت ساندوتش دلوقتي من مكان والمكان ده كويس ومكان التجهيز كويس، وانا اشتريته ورحت حطه في البيت مثلا لحد ما الاسره كلها تتجمع ساعتين ثلاثه، وبعدين اكلنا الوجبه دي كلنا فجالنا باعراض مغص كده، ما ممكن يكون انا عشان سبته في عندنا حاجه اسمها درجه الحراره الخطره اللي هي من درجه حراره 5 لحد 63. نعم. الفتره دي ممكن البكتيريا تنمو، خاصه لو انا جايب سندوتشات مثلا فيها لحوم او كده. فممكن يكون انا في الفتره دي نمت البكتيريا فبقى انا جزء من زي ما انت قلت الوقت ودرجه الوقت ودرجه الحراره. فدي نقطه مهمه جدا. تمام. مهم كمان ان احنا نبقى واخدين بالنا انه يعني انا قبل ما اقدم الشكوى هل انا توجهت للمكان اللي انا حصل فيه مثلا المشكله او حصل فيه الشكوى والمكان فعلا اعترض ان هو يعترف او ان هو يصلح المشكله دي؟ برضو دي نقطه بتبقى مهمه. كان نفسي اتكلم مع حضرتك على قرار رقم 4 لسنه 2020 بشان المواد المضافه، وانت مقرر للجنه ديت، هتكون ان شاء الله باذن الله في لقاء اخر. يعني اخر حاجه ختام عاوزه تقولي ايه سريعا في حلقتنا النهارده؟ يعني كانت حوار سريع ولكن عاوزه تقولي ايه؟ طبعا احنا يعني بنسعى جاهدين كهيئه ان احنا نحقق الامن الغذائي او الغذاء السليم. جميل. لكل المواطنين، وبنتمنى طبعا التعاون من المتداولين الغذاء. مهم جدا ان كل حد يكون حريص على ان هو يقدم الاكل اللي هو يعني يستنى ان هو يدخل بيته. صح. يعني هي دي النصيحه او الحاجه اللي احنا مستنيينها من كل الناس. تمام. شكرا اعزائنا المشاهدين، دائما يداهمنا الوقت. انا سعيد جدا كان معي اليوم من الهيئه القوميه لسلامه الغذاء الدكتوره بسمه سليمان محمد رئيس لجنه فحص الشكاوى الغذائيه. شرفتيني يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، اتمنى لكم اكل صحي سليم، واللي عنده اي حاجه يتاكد منها ويتاكد من اللي ورد له الاكل ده الاول او كده، يبحث في الشكوى، يصور، نعمل بقى العقليه بقى الناس اللي كنا بنقوله زي الناس اللي عايشه بره،
ويقدم شكوته على الارقام اللي كانت ظاهره خط ساخن او ارقام الشكاوي، هل هي القوميه لسلامه الغذاء امن قومي؟ اتمنى لكم العافيه والسلامه. سؤال حلقه اليوم هو اذكر ثلاث توكيلات تستوردها شركه اي 2 ام ايجيبت الراعي لحوار هادف. جاوبونا على صفحه حوار هادف عشان يتم السحب الخميس القادم لفائز جديد. حوار يحاكي الواقع وينظر الى المستقبل، الخميس المقبل الخامسه مساء انتظرونا.